زي ما كنا حالا بنقول، ساعات بتفصلنا عن اول سحور واول يوم صيام، واحنا عارفين كلنا انه كل الناس التحدي بتاعها اول يومين ثلاثه في الصيام، وبعد كده الدنيا بتمشي بسهوله جدا وسلاسه. لكن كمان فرصه مهمه جدا واحنا بنتكلم عن شهر الصوم، وزي ما كنا بنقول لحضراتكم كده دلوقتي مصر كلها صايمه، مسلميها ومسيحيها كلنا صايمين. ففي سؤال مهم اكبر بكتير من فكره هناكل ايه على السحور وهناكل ايه على الفطار، او مش هناكل ايه طول النهار واحنا بنفكر فيه. فكره التفكير في الاكل طول الوقت واحده من مشاكلنا صدقوني، وواحده من مشاكل العلاقات، ان احنا ساعات حتى كل ما نعوز نقابل ناس بنحبهم ناكل. فهي قصه معقده جدا ما لقيناش حد يحلها لنا ويفك لنا تفاصيلها العميقه غير الجميله دكتور شاري نبيل، اشطر واحده تحببك في الدايت في الحياه. لا من ذوقك ربنا يخليك. احنا قعدنا نقول مين يقنعنا نبطل اكل؟ دكتور شاري نبيل. يا رب يخليك. نورانا. ده بوجودك. دكتور شاري استاذ التغذيه، عفوا استشاري التغذيه العلاجيه والاستاذ بكليه طب القصر العيني، منورانا. بوجودك. مبسوطه انك معانا قوي. وانا كمان قوي. مش عارف اخبي فرحتي بيكي. القلوب عند بعضها. انا في الاول يا دكتور عايزه اقول لك او اسالك، بما انك على مدار السنة متخصصي ناس كتير قوي، في شهر رمضان في معدلات الخسسان الناس اللي بتخس قد ايه؟ لان طول اللي احنا بنسمعه عكس كده، ان هو بتخن جدا في شهر رمضان، في ناس بتحصل معاها العكس؟ في طبعا بيحصل معاها العكس. هو بيعتمد، هي فرصة كويسة جدا جدا، بس لازم نفهم فكرتها علشان نقدر نستفيد بيها. أوكي. هي فكرة الصيام، يعني اللي ما بيخسش، يعني اللي ما بيخسش في الصيام بيعتمد على فتره الاكل باكل ايه. لكن اللي هيخس كويس قوي ببقى عارفاه انت بتتسحر ايه وبتاكل ايه، وفي النص ما بتاكلش ايه. بمعنى احنا ايه اللي بيخلينا نتخن، او ما بناكل بيحصل ايه؟ اول ما بناكل بيطلع هرمون اسمه الانسولين، ده مسؤول انه ياخد الاكل يحرق والزياده يخزنه. اذا هو مسؤول عن تخزين الاكل. علشان احرق الدهون او انزل لازم اوقف هرمون اللي بيخزن الدهون. وده حاصل معانا طبيعي في رمضان. عندنا فتره هايله وفرصه هايله ان احنا نوقف اكل. وعشان كده بره رمضان بقى من اهم صيحات الموضه في الدايت مثلا بالظبط هو الانترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع، صح؟ بالظبط، هي دي بالظبط فكرته. دي فكرته هو الصيام. اللي بيحصل ايه بقى؟ اما يجي بقى فتره الاكل، لازم برضه الاكل ده اللي باكله في هذه الفتره ما يطلعش انسولين كتير ويبقى ما عملتش حاجه. لان هيقوم يطلع الانسولين كتير ويخزن تاني. مشكلتنا بقى في الفتره دي ان احنا كل انواع الاكل، لو احنا قدرنا ناكل الانواع والفترات والاكل ايه مع بعضه اللي ما بيطلعش الانسولين كتير، فكل اللي عملته في فتره الانقطاع باخد عليه تاني وزياده فاطلع تخنان. فما لكن لو انا بالظبط